خلينا ننتقل مع حضراتكم لملف علاقات دولية وعلاقات متوترة تحديدا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. هذه العلاقات المتوترة بتزداد اشتعالا يوما بعد الآخر، خاصة بعد تصاعد وتيرة الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم في ظل الصعود المتسارع للصين طبعا كقوة عالمية عظمى بتواجه ضغوطات وملفات خلافية متزايدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. خلونا نشوف مع حضراتكم طبعا يعني آخر أزمة كان في قائمة من الأزمات بين الدولتين، آخرها ما يتعلق بتطبيق تيك توك. الولايات المتحدة الأمريكية تريد يعني أنه يتم بيع الفرع الأمريكي لهذا التطبيق، لكن الصين ما زالت تبدي التحفظات. نتابع معكم هذا التقرير ثم نعود لنبدأ النقاش. التطبيقات وشركات البرمجة أصبحت أحدث وجهة للتوتر المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة. وضعنا تاريخا من الآن وحتى 15 من أيلول سبتمبر، بعد ذلك ستغلق في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندها ربما تشتريها مايكروسوفت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن إدارته ستوقف تطبيق تيك توك الصيني إذا لم يتم بيعه في منتصف شهر سبتمبر، حيث تشتبه واشنطن في أن تطبيق المقاطع المصورة القصيرة يمكن أن يقوم بعمليات تجسس لحساب الاستخبارات الصينية. في سياق متصل، دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إلى شراء تطبيق تيك توك، مؤكدا أن ذلك يحمي بيانات الأمريكيين، مضيفا أن التطبيق الرائج بين الشباب يخضع لقوانين الحزب الشيوعي الصيني. من جانبها، ذكرت الشركة الصينية المالكة للتطبيق أنها تدرس نقل مقر المنصة خارج الولايات المتحدة، وهو ما يمثل تحديا لترامب الذي أعطى مهلة 45 يوما لشركة مايكروسوفت الأمريكية للاستحواذ على التطبيق الصيني. الخارجية الصينية أعلنت أيضا معارضتها الشديدة لأي تصرفات أمريكية ضد الشركات الإلكترونية الصينية، معربة عن أملها في أن تكف الولايات المتحدة عما وصفتها بالسياسة التمييزية. وتصاعدت الخلافات بشكل كبير بين البلدين اللذين يشكلان قوتين اقتصاديتين ضخمتين على الصعيد العالمي، لا سيما بعد إغلاق واشنطن مؤخرا القنصلية الصينية في هيوستن إثر اتهامها بالتجسس وسرقة ملكيات فكرية، لترد بكين بإغلاق قنصلية الولايات المتحدة في تشينغدو. لمزيد من النقاش تنضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الأستاذة هديل عويس الكاتبة الصحفية. مرحبا بك يا أستاذة هديل معنا في هذا النقاش على إكسترا نيوز. تضاف أزمة جديدة في العلاقات بين البلدين واشنطن وبكين، آخرها ما يتعلق بتطبيق تيك توك. يعني هل من جديد فيما يتعلق بهذه الأزمة؟ إلى أين تتجه؟ لأنه يعني يبدو أنه الصين حتى اللحظة مترددة فيما يتعلق بشراء مايكروسوفت للفرع الأمريكي من التطبيق. الامور التكنولوجيه التي تطلقها مثل ما حدث مع هواوي، يعني هو اليوم توفر الاتفاق الامريكي، ومن يملك شركه هواوي لن يعمل على المستهلكات الامريكيه، وبالتالي ايضا الامر نفسه اليوم تفكر به الاداره الامريكيه بالنسبه لتيك توك. تعتقد الولايات المتحده ان التطبيقات الامريكيه مثلا لها ملكيه مع الصين، قطاع خاص مع التطبيق تيك توك. الولايات المتحدة أنه من شركة لا نعرف من هو مالكها بالضبط، اسمها بايت دانس، ولكن لا نعرف من هو مالكها. ويعتقد أن الحزب الشيوعي الحاكم هو من يملكها، وبالتالي هناك حول تجسس على المستخدمين. لذلك قال الرئيس ترامب أنه يرغب على التطبيق، ثم قال الرئيس ترامب بعد أن قالت أنها ستشتري التطبيق أنه سيعطي مايكروسوفت 45 يوم للبحث بالأمر. في هذه الاثناء راينا اذا تابعنا الاعلام الصيني نرى هناك حمله كبيره تتهم مالكي تيك توك بالخيانه اذا ما اقدموا فعلا على هذا التطبيق الاول الذي لقى هذا الرواد الصين الى الولايات المتحده، وبالتالي لن يكون الامر سهل على الصين، ولكن ايضا ستكون صعب جدا اذا تم حظر تيك توك في الولايات المتحده اكبر عدد من المستخدمين للتطبيق وفي الولايات المتحده، هذا سيؤثر التطبيق بشكل كبير ان يتم حظره فعلا في الولايات المتحده. اذا هناك اليوم مقترح لان يتم الى بريطانيا، نقل كل العمليات الموجوده في بريطانيا
وأيضا هناك أكثر من 1500 موظف لتيك توك في الولايات المتحدة في نيويورك وفي كاليفورنيا، وبالتالي كل يوم أخذ وراء في هذه المسألة. أيضا حظر صديقة سهل بالنسبة لرئيس ترامب يواجه الكثير من التحديات القانونية، هناك مؤثرين ومشاهير تيك توك هنا الأمريكيين في الولايات المتحدة بدأوا يطلقوا حملات ضد الرئيس ترامب، وهذا ما لا يريد الرئيس ترامب قبل انتخابات. نعم أستاذة هديل، طيب يعني الحقيقة هو الصوت يتقطع، أصبح حضرتك بصعوبة، لذلك دعينا ننتقل لملف آخر من قائمة المشاكل بين الدولتين، ومنها ما هو متعلق ب يعني اتهامات دونالد ترامب لبكين بالمسؤولية عن تفشي وباء كورونا. هناك أيضا الوضع المتعلق بتايوان وهونغ كونغ وغيرها من حرب تجارية بين البلدين. بصفة عامة قبل أن نتطرق لمزيد من التفاصيل في كل ملف، يعني إذا أسعفنا الوقت، لماذا يعني هذا الهجوم الكبير على الصين؟ هل لأنه الانتخابات يعني اقتربت في الولايات المتحدة الأمريكية، والصين يبدو من استطلاعات الرأي أن الأمريكان يعني كمواطنين يرون في الصين تهديدا بالفعل لهم؟ نعم بالفعل، اليوم الصين موضوع الصين هو موضوع تنافس المرشحين جو بايدن الديمقراطي والرئيس ترامب على من سيشهد حاكمه مع الصين، لذلك متواجد من الطرف في اطلاق خطط تكون تقول انه ان كل منهم يكون حاذر مع الصين في سياساته المستقبليه، وبالتالي هذه كلها في اطار الوعود. الامر هو بسبب ان الولايات المتحده اليوم تعتقد ان الصين هي منافس حقيقي، منافس على الصعيد الاقتصادي، واليوم منافس على الصعيد الجيوسياسي والعسكري. اليوم هناك كثير من المناطق حول العالم، منها منطقه الشرق الاوسط توسع فيها الصين لاول مره يتيح لها النفوذ فيها. تعتقد الولايات المتحده من اكبر الاتهامات الموجهه للصين انها تسرق الافكار الامريكيه، الافكار التكنولوجيه مثل النووي، هي متهمه بانها سرقت الافكار الاوليه، المواد الاوليه يعني تبني هذا الجهاز، وهي مسروقه من الولايات المتحده في ابتكارات غربيه. وبالتالي تجد الولايات المتحده اليوم اذا راينا ملف الامن القومي الامريكي للعام 2020 اهم اهدافه واهم مخاوفه، نرى ان تصاعد النفوذ الصيني هي من اهم هذه المخاوف، وهذا السبب تجاري. مثلا رئيس ترامب يقول ان كل مثلا ابل التليفونات الامريكيه تسمع اليوم في الصين، الكثير من الشركات الامريكيه تقرها الصين بسبب العماله الرخيصه والمواد الاوليه الرخيصه، هذا في نهايه المطاف يتسبب بخسائر للولايات المتحده الامريكيه، اليد العامله هنا الامريكيه يصبح لديها فرص عمل اقل، وبالتالي هذا كله يفسد سلبا في اطار الاقتصاد الامريكي، وبالتالي هذا امر تبدي الاداره تخوفها فيه. واليوم هناك تصعيد اكبر واكبر، كان هناك حديث عن اتفاق تجاري بين الرئيس ترامب والصين، ثم حين لم ينجح هذا الاتفاق التجاري اخذ الرئيس ترامب هذا المسار المتشدد، لانه ايضا يتهم جو بايدن بانه اقرب الى الصين من الجمهوريين، ولكن ايضا جو بايدن اليوم يعني يماشي الرئيس ترامب، يماشي هذا المناخ العام في الاتهامات الموجهه للصين، واحدها في مساله كورونا مثلا، يقال ان الصين لم تتعامل بما فيه الكفايه بوضوح مع العالم في مساله كورونا. الوباء انتشر لاشهر طويله في الصين، والصين لم تكن تبلغ المنظمه العالميه عن ان الوباء ينتقل من انسان الى اخر. طيب سؤال أخير باختصار أستاذة هديل لو سمحتي، كيف يرى حلفاء الولايات المتحدة في آسيا هذا الموقف يعني متأزم مع الصين، كوريا الجنوبية مثلا؟ نعم طبعا كوريا الجنوبية هذه الدول مواقفها السياسية هي دول ديمقراطية، وبالتالي مواقفها أقرب إلى الولايات المتحدة من الناحية السياسية، ولكنها أيضا لا تقدر أبدا أن تفصل وجودها وعلاقتها التجارية والاجتماعية عن الصين، وبالتالي هناك تخوف يعني يعتقد هؤلاء الحلفاء أن الولايات المتحدة تتجه نحو الميدانية، لا تقدم بما يكفي لتدافع عنهم إذا كان هناك أي خلاف بين الصين. نعم بشكرك شكرا جزيلا أستاذة هديل عويس الكاتبة الصحفية، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن، ونعتذر لرداءة الصوت من المصدر.